سمعنا مؤخرا عن جهاد بيسموه جهاد الدبر، عرفتوا جهاد الدبر؟ بيمارسوا الشذوذ مع بعض وهم يعتقدون كذبا أنهم يجاهدون في سبيل الله. دول جماعة تجار يأسوا أحبطوا، وصلوا المرحلة من الـ من الـ من الـ من السفاهة والتفاهة وكل والحماقة والقذارة وكل حاجة إلى آخر مدى، إلى آخر مدى ممكن تتصوره بدليل هذه الكارثة اللي هو جهاد الدبر ده. سمعنا عن جهاد النكاح اللي واحد ياخد واحدة ويعاشرها عشان هو بيجاهد، وده النهاردة بنسمع عن جهاد الدبر إن هم أجازوا لأنفسهم إن الراجلين يرتكبوا الخطيئة الكبرى، استغفر الله العظيم، مع بعض علشان هم في غربة وهم مش عارفين يستمتعوا بنسائهم، وهو بيجاهد في سبيل الله من وجهة نظره طبعا، وبالتالي هو عاوز يعني فيلا مع بعض كده، ويجوا شيوخهم يبوح لهم هذا الكلام، كلام سافل وكلام عبيط وكلام أهبل. بعض الإخوة في الاستوديو بيسألني هو بالجد وفي حاجة اسمها جهاد الدبر عند الجماعة دول؟ بالفعل موجود، وممكن الدكتور عمار علي حسن صديق العزيز كاتب مقالة من يومين بيتكلم عن الموضوع ده، وكان في فيديو نازل إن في أحد الناس استفتى شيخا من شيوخ هؤلاء وأفتاله بجواز نجاح الدبر، إن هم الرجالة يمارسوا والعياذ بالله الشذوذ مع بعض إذا كانوا في سفر أو بيجاهدوا أو ما عرفش إيه، أو بتنزل في تركيا دلوقتي ولا اللي في قطر دلوقتي قاعدين هناك من غير ما عرفش إيه، فممكن إن هم يجاهدوا جهاد الدبر ده. ده شيخ أفتالهم كده، تخيل الكارثة والمصيبة اللي إحنا فيها، طالع يتكلم باسم الإسلام والمسلمين وهو بيحارب ربنا. دين بطالة كين فلا ماري شنقال دين أقل دين بطالة كين روحي جنو من عالفك خليفة كمان ريشنا أقلا كمان سروبنا هواية من بيو كشتنا بويا مستقبل من ونا داعشين داعشين بزنير بيعيدوشين داعشين داعشين